تكون دراسة حضورية لمرحلتين المتوسطة والثانوية بادر وبيأخذ اللقاح. ممتاز أبوي، توني شفت في حساب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن الدراسة إن شاء الله الحضورية بتكون لمن أخذ جرعتين من اللقاح، حنا أخذنا الأولى نبغى نأخذ الثانية بإذن الله. شباب انا اخذت جرعتين لقاح كورونا، يلا اشتقنا لكم، همتكم كلكم طعم عشان شوكم تصلوا.